والله الجو حلو ومناسب ممتع، وارمينيا عالميه. انا انصح الشباب الخليجيين والعربيين، وانصح طويل العمر اللي ما سافر برا يزور ارمينيا، لان دوله زينه، دوله مناسبه، دوله حلوه. وشوف مرتاحين، والجو عالمي والله، احنا مرتاحين واحسن من المرتاحين بعد. الله يخليك. جو طر. هذا اليوم اول جوله لكم. واليوم عندي احنا اول جوله في بحيره سيفان. اليوم احد ضيوفنا هو راح يقود الزوره، عزيزي اخ سهيل من سلطنه عمان. بس لا تغرقنا، رحمه على والديك. مساك الله بالخير. شو رايك بالجوله؟ الجو خراب الصراحه. منين حضرتك؟ من سلطنه عمان. مع من طالعين؟ رحلات السياحه. عافيك، حياك الله. مباشر يا مرحبا. قرارات للسياحة، قرارات للسياحة. والله الحين في أرمينيا أحسن استقبال في أرمينيا، في جو أرمينيا في جزيرة سيفان. منين أحسن تمشية وأحسن استقبال؟ من يا دولة؟ من أرمينيا، من سلطنة عمان. من سلطنة عمان الشقيقة الحبيبة. ميت، أهلا وسهلا، نتشرف بكم. مع زميلنا وأخونا وحبيبنا أبو مرسيس. قرارات للسياحة. الله يخليك. وأنا الحان جزيرة سيفان. شلون الاجواء، بارده لو حار الجو؟ بارده وممتعه، وصيكم بين تيوب. اتغديتوا سمك؟ اي نعم، بالعافيه. يا بالعافيه. شوف اصدقائنا الاعزاء، احنا تكلمنا عن بحيره سيفان، قلنا اكو ظاهره الغيم ينزل ويستقر فوق البحيره. هذه الظاهره اليوم تشوفوها، الجبال اللي خلف البحيره ما تبين، السبب هو الغيوم اللي نازله. درجة الحرارة اليوم في بحيرة سيفان طبعا 19 درجة. كنا قاعدين بالمطعم وشباب ويانا من سلطنة عمان، طلبنا بطانيات فتغطينا بالبطانيات واحنا قاعدين. نحث شبابني واصدقائي واحباني من دول الخليج، من دول مجلس التعاون، ومن دول العربية، أيوة. من شتى أنحاء جميع دول العالم، لأنهم ننصحهم بزيارة أرمينيا. اللي ما زار أرمينيا راح نص عمره بلاش. مع قرارات للسياحة مع أبو مرسيس، أحسن مرشد سياحي حصلناه في أرمينيا. الله يخليك. الله يخليك. قينا وايدين مرشدين، بس تلين ريال مقينا يا أبو خير عنه. رحم الله والديك. ريال متواضع في السعر ومتساهل طول عمره في الإيجارات، وكل شيء أموره طيبة. الله يخليك. والترقية من عنده مضبوطة، يعني الانتباهات حصل عند أبو مرسيس. ننصحكم يا طويل العمر، أبني ننصحكم نقول لكم تعالوا بتشوفون بعيونكم. والله إذا يدوها مرة أنكم بتردوا لها عدة مرات. طبعا أنا أبو ماسيس أخاف أبو ماسيس نعطيكم رشوة شيء. لا حد حسين. يا ميت أهلا وسهلا. أعطانا رشوة رشوة راح نبدأ حاليا فيها أرمينيا. الله يخليك، إحنا أهم شيء راحتكم ترى. أهم شيء راحتكم عزيزي.
طبعا نحن الان في طريق عودتنا من بحيره شبان الى يريفان. دائما ارارات للسياحه معاكم. تابعوا تقاريرنا على اليوتيوب، على الفيسبوك، بخانه البحث على اليوتيوب، فقط اكتبوا ارارات للسياحه، ستجدون كل تقاريرنا باللغه العربيه حول ارمينيا. الاخ محمد البلوشي معنا من سلطنه عمان. اي نعم. شلون الوضع؟ شلون مرتاحين؟ يا هلا فيك يا ابو مارسيس. معي الاخ ابو مارسيس من شركه ارارات للسياحه للسياحه، ارارات للسياحه. للسياحه. شو رايكم؟ مرتاح بارارات للسياحه؟ والله بامانه ان مرتاحين جدا جدا. معي نفس الحاجه زميلي خالد البلوشي، طبعا هو الحين قاعد يصورنا. يا عمي تاخذ الاخ خالد. اهلا بيك. اهلا بيك ابو ماسيس. احكيك شويه، هم صورك اذا تحب. لا الامور طيبه طال عمرك. اعطي نبذه شويه قصيره وسريعه للشباب الخليجيين بشكل عام والعرب واي حد حاب يزور ارمينيا. بالنسبه للبلد، البلد ما شاء الله عليه بلد جميل وممتاز ورائع وبلد هادي، والخضار والجو اجواء طيبه جدا جدا جدا. وبالنسبه لل موضوع اللي هو الامان والسيفتي، الامان عندهم 100%. الشعب طيب وعندهم عندهم برامج بعد سياحيه حلوه. وشركه ترارات مع اخونا ما قصر، الله يخليكم. صراحه غطى ووقف معانا وقفه طيبه، فنشجعكم تيجوا. الله يخليكم. ونقول يعني ربطوا الشنط وتوكلوا على الله. ان شاء الله ان شاء الله في الايام القادمه راح نزور اماكن احلى. هذا احنا اول مره طبعا نزور البلد وان شاء الله بنلف لفه بالكاميرا بس عشان تشوفوا البحيره. هذه بحيره زيفه. هذا الدير، طبعا هذه اكبر بحيره في ارمينيا. جميله جميله. صور اليخت حتى. وهذا هذا اليخت طال عمرك. هذا الفلاج اللي يريد ينزل يسبح طبعا. اي نعم. انا ما اعرف انا قاعد اصور الحين ولا ظاهر اصور. يلا خلينا اصور. هذه بحيره شيبان من فوق التله. طبعا هذه التله كانت جزيره. هذا اللي شوف الغابات اللي قدامنا، بالخمسينات بسنه الخمسينات نزل مستوى المي، مي البحيره، فبلشوا ينشفوه. بعدين اضافوا عليه تراب وبلطوها وحولوا الى بلاجات. نشوف هناك اذا ما اعرف يبين له لا، اللي يريد يسبح ينزل يسبح. هنا اكو سكوترات، ممكن تاجر السكوترات ايجاره الدقيقه ب 1000 درام، ما يعادل دولارين وربع. ممكن تاجرها وتطلع تسوي لك فره بالبحيره. نشوف هذا اليخت الازرق، طبعا هسه راح ننزل ان شاء الله ونركب بها ويا الشباب. هذا ممكن تصعدون بالجوله مالته ب 1000 درهم، هم تقريبا 2000 وربع. مطاعم موجوده، فنادق موجوده، منتجعات موجوده، ممكن تاجر لك ليله ليلتين تقضي لك بهذا المكان البديع. درجه الحراره اليوم هنا ما يقارب ال 20 درجه مئويه.